يا احمد، يا حي ابو عوض، كيف اخبارك؟ كنك يا احمد وتتمشى، من وين جيت؟ اقول لي من وين جيت؟ اوبوي والله فاتك 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 ابو عوض، اللي معك كلهم هناك اليوم كلهم في المقاية، عسى وسالم وفري واخوك ابو محفوظ موجود عندنا. حتى اخوي ابو محفوظ في المقاية معاكم. ايش فيه ايش فيه؟ في حاجة رزي؟ ايوه في حاجات، انتم ناس بلا وعي، ربي اعطاكم عقول ما تفكرون بهن. احترم نفسك يا ابو عوض، نحن هالعافة وكلنا جداتنا مع بعض، ايش هذا الكلام دحين؟ جداتنا مع بعض في الخير مو في الشر. انت عارف دحين لست في مقهاية، لو يه عندكم واحد مصاب بهذا المرض المنتشر بينشره فيكم وبتطلع من مقهاية وبتروح داركم وبتعدي اهل الدار، وكل من طلع بيعدي اهله وعياله. وانت تعرف هذا المرض يا احمد، هذا المرض يأكل في كبار السن والاطفال واللي عندهم مناعة ضعيفة. يا احمد شو نحن في خطر؟ يعني دحين يا بعض دحين يعني نضحين لو رحت الدار وصافعت حبابة وروحت حبابة مات بابا واصحاب المقاية راحوا كلهم، يعني دحين لازم احنا ننتبه للخطر هذا، صح؟ ايوه. لا تنسى يا احمد، اول ما تطلع افتح الحنفية وغسل يداتك اكتر من 20 ثانية مشان نقضي على الفيروس لو كان في يدك وانتبه تلمس وجهك قبل الغسل. يعني نروح بس بالماء، بس بالماء بالماء، بس كذا بالماء بالماء والصابون، وان كان شيء مطهر طهر يدك بو 20 ثانية. ايوه طيب.